وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. الله الله، الإعلام الجزائري جابت الكالكيلاتريس وكيحسب المباريات، خسر ليون، خسر مع مالاوي، البنين ضرب أولمبيك مارسيليا، والمروك ضروري يربح الكابون باش الكابون تبقى عندها 4 نقاط. الكوتيفوار راه في كرشنا ان شاء الله نضربوها بثلاثة، والمروك يضرب الكابون بثلاثة وعنده زوبولا فيراج، حيت البنين غادا تخسر مع سيراليون، مالاوي غادا تعادل مع غانا. تبارك الله على القوة الضاربة، قربالة في البلاطو وجالسين كيحسبوا، ومرة مرة كيقول لك يا الزمان المنتخب الجزائري اللي مرشحين يدي اللقب، احنا جابنا الكالكيلاتريس وجالسين نحسبوا ليه. وهذه هي كرة القدم، وكرة القدم ماشي دائما غادي تكون في القمة، ولكن كل شيء على الأخير. ملي غادي واحد الجزائري يبدا يمجد في المنتخب المغربي وغادي ينوض ليه واحد اخر، لا المغرب ماشي قوي، المغرب عادي. فعلا منتخب المغرب عادي، وعندنا مدرب شارف، وغادي نخرجوا من الدور الثاني نتوما هما القوة الضاربة، والماتش ديال كوت ديفوار فعلا غادي تفوزوا به، وغادي نضربوهم بثلاثة ولا أربعة ان شاء الله، وغادي ندوزوا وغادي نفوزوا باللقب، لانكم منتخب عالمي، منتخب اوروبي، والمنتخب المغربي منتخب ضعيف جدا. فنخليكم مع الاعلام الجزائري، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. في مباريات الغد بداية من الساعة 5، زيمبابوي غينيا، مالاوي السنغال، من سيتأهل في اعتقادك في هذه المجموعة؟ الآن غينيا بأربع نقاط، السنغال بأربع نقاط، والمفاجأة مالاوي التي فازت على زيمبابوي في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد، لديها ثلاث نقاط وستواجه السنغال. يعني المالاوي تلعب على فرصتين، التعادل مع السنغال من أجل الصعود مع أفضل الثوالث، أو الفوز والتأهل مباشرة إلى المباراة. أظن السنغال ولات على الطريق اللي يدير تعادل، صح؟ أظن باللي هو يجوز أول في المجموعة، أظن ما تصرالوش وصل المنتخب الجزائري أو يشوف المقابلات ويحضر روحه توجور مع هذا الماتش اللي يجي بانو ديفيسيل. نعم. أظن السنغاليين ما يقدروش. حتى لو فاز السنغال المركز الأول غير مضمون. تقول لي لماذا؟ نقول لك لأنه عنده أربع نقاط، غينيا عندها أربع نقاط. يعني إذا فاز هو هدف مقابل صفر على المالاوي، وغينيا فاز مثلا 2-0 على زيمبابوي، غينيا هي اللي تكون في المركز الأول. هي غينيا والسنغال إيزون بلوس دو شونس باش برومي ولا دوزيام يدير. يروحوا غينيا والسنغال في هذه المجموعة، سبع نقاط، ومن بعد يفريوها بيناتهم بالجولا فيراس اللي يربح. ولا دار تعادل الآخر يولي عنده أربع نقاط تاني. إيه، منتخب مالاوي اللي فائز على منتخب زيمبابوي مقابل واحد، يعني عنده زائد واحد في المباراة. حدث على المالاوي. مالاوي. لا، لكن مالاوي خسر مع غينيا في المواجهة. مع غينيا في المواجهة. نعم، هدف مقابل صفر. عنده صفر في الجولا فيراج. نعم. يعني المالاوي ما يهموش الجولا فيراج ميدو. ما يهموش فارق. فوز. المالاوي يهمه يخرج بنقطة واحد ويوصل أربع نقاط، ممكن جدا يتأهل. أربع نقاط وعندك صفر في الجولا فيراج وما تجوش. بلك يكونوا افضل منك ثلاثه اربعه ولا الاخرى، هذيك تبقى حساب زائد واحد ولا زائد اثنين ولا فرق. اعتقد حتى باربع نقاط ميدو من الصعب انك ما تفوتش. ايه، يعني باربع نقاط حنا نحوسوا نقصوا المنتخبات باش حنا نفوزوا المنتخب ونيفيتي المركز الثالث. حنا من مصلحتنا مثلا في مباراه الغد انه السنغال تفوز على مالاوي، ديرا السنغال تفوز على مالاوي، مالاوي تبقى بثلاث نقاط على الاقل، خرجوا مجموعه من فوز زيمبابوي ما ديرونجيش على منتخب غينيا، على المنتخب الغيني. في حال فوز زيمبابوي غدا على منتخب الغيني وفوز السنغال على مالاوي، حتى غينيا باربع نقاط تجوز. احنا افضل نتيجه لنا السنغال تفوز على مالاوي غدا. نعم. ان شاء الله. نعم. افضل نتيجه لنا، افضل. نعم. تحضير لنا الجوله الاخيره. نعم، في مباريات الثامنه الجابون تواجه المغرب، الجابون لديها اربع نقاط، المغرب لديه ست نقاط، وغانا تواجه جزر القمر، غانا لديها نقطة واحدة. ستفوز على جزر القمر، غانا باش جزر القمر لحد الآن صفر نقطة، صفر هدف مسجل، تلقى ثلاث أهداف في مباراتين، المنتخب المغربي تقريبا سيلعب أمام منتخب الجابون، التعادل بخمس نقاط يؤهل المنتخبين الجابوني والمغربي، المغرب في المركز الأول بسبع نقاط والجابون بخمس نقاط. غانا راح تفوز اكيد على منتخب جزر القمر، والا ستكون اكبر ربما من بعد هزيمه الجزائر امام منتخب غينيا الاستوائيه، لو تنهزم غانا امام جزر القمر اعتقد بانه كاس افريقيا هذه غريبه الاطوار، لانه المنتخب الغاني افضل من منتخب جزر القمر. فوزه راح يخليه باربع نقاط، كم سيفوز هو الاهم
بالنسبه للمركز الثاني افضل نتيجه لنا انه جزر القمر تفوز على غانا وتتعادل مع افضل نتيجه لنا منتخب الجابون ينهزم ثلاثيه امام منتخب المغرب يولي اربع نقاط وناقص اثنين وغانا تفوز تاهل في المركز الثاني وحنا الجابون كندخلوا في الحسابات تاع اربع نقاط شوف ولينا 2010 2011 12 ولينا الوقت الكالكيولاتريس نحسبوا مع هذا لازم يربح وهذا لازم يخسر الشعب يحسب يشطر والله يحسب يشطر انا نحسبوا ولينا شغل ماشي شي مليون دافري ولينا نحسبوا مين نحسبوا شحال باش كيفاش جو سي با باراي اي كره القدم دواب الحال من المحال فيها كرة القدم ما فيهاش ماشي علوم دقيقه ما تقدرش تبقى في القمه لمده طويله لذلك اعتقد بانه فوز المنتخب الغاني والغانا ولينا افضل لينا احنا في الحسابات هزيمه الجابون ربما بهدفين افضل لينا في الحسابات من فوز من تعادل الجابون وفوز غانا نعم المنتخب المغربي هل تراه مرشحا للقب امين نعم انا نقول باللي منتخب قوي منتخب صلب عنده دفاع قوي عنده وسط ميدان قوي حارس مرمى قوي عندهم مجموعه انا نقول باللي المدرب حاليلوزيش شوف كي ما استدعاش زياش من احسن لاعبين في اوروبا انا نقول باللي مفاجاه سيفري بالك كاين دي جورناليس اعلاميين في المغرب اللي انتخب اللي هو باش تفيق باللي خمم على لو جروب خمم على الفريق ما كانش لاعب كبير في المنتخب الوطني ما كانش لاعب اكبر من المنتخب الوطني هذا واش صرح به حاليلوزيتش انا نقول المنتخب قوي شفنا في زوج مقابلات اللي ربح فيهم في زوج انا نقول باللي ربح في اداء ونتيجه نقدر نقول لك نرشحو مي سيفري شفنا في هذه الدوره هذه شفنا مفاجات بزاف ما نقدرش نقول لك بالك مرشح 100% مي نقول باللي يروح بعيد في هذه الدوره هذه الحكم الزامبي الذي تسبب في فضيحه انهاء مباراه مالي وتونس الحكم جياني سيكازوي كما قلت قوي خلاصوا لي بيل خلاصوا سيكازوي دوك هضر اطرش ذكر فقط بان الحكم الزامبي جياني سيكازوي الذي تسبب في فضيحه ايقاف مباراه مالي وتونس قبل انتهاء وقتها الرسمي يعود الى التحكيم من بوابه الفار وسيكون مشرفا على تقنيه الفيديو في مباراه المغرب امام الجابون رغم فضائحه التاريخيه الكثيره اذا تبين لنا بانه الحكم اصيب فعلا بضربه شمس ووعكه صحيه وما جعل الكاف تعيده ولو من بوابه الفار المنتخب المغربي يستعيد كل مصابيه رومان سايس مدافع المنتخب المغربي ونادي ولفرهامبتون نعم وكاين بدر بنون وايمن برقوق يتعافى قال لك من فيروس كورونا ويلتحق مع انت زادو تكومبلو نعم ما نساوش باللي بدر بنون يلعب في الاهلي المصري وايمن برقوق انا بليش وين نعم الله اعلم كاين سفيان عكوش قد يغيب عن هذه المواجهه بسبب اصابه عضليه الي لوزيتش لم يكن يتعامل بشكل جيد مع الدورات المغلقه ولكنه انطلق بقوه هذه المره مزوار اي حلو زيد معروف كان المنتخب الوطني كانوا مشى مع كوت ديفوار في 2010 مشى مع الجزائر في 2013 والان يعود من بوابه لكن عنده خبره في الميادين الافريقيه شفنا باللي عنده شخصيه يعني يقدر يسيطر ماشي سهله باش ما تعيطش اللاعب احسن لاعب في المغرب زياش هذه ما يقدرش يدير اي مدرب نظن ان باللي المدرب هذا عنده خبره واكتسب خبره كبيره في الملاعب الافريقيه كما قال امين المغرب عنده فريق لاباس به نعم ولكن رشحوا باش ياخذ الدوره نعم. لا ما شكيتش محمد نعم الجابون في ورطه بعد استبعاد الكاف سبعه لاعبين من المنتخب بسبب فيروس كورونا بينهم النجمان اوباميونغ وليمينا ميدو نعم اوباميونغ وليمينا حتى انه تم الحديث عن اصابتهما معاناتهما من مشاكل على مستوى القلب ماريو ليمينا بالاضافه الى يتحدثون عن نهايه الدوره بالنسبه لهم نعم بالاضافه الى بيير إيميريك اوباميونغ الان اعلنوا على امكانيه وجود اصابه على مستوى القلب ومن بعد تغطى كلش ما لم يظهر بعد ذلك اخبار جديده على مستوى المنتخب الجابوني المنتخب الجابوني يحتاج نقطه واحده من اجل التاهل الجابون اللي كانت تعادلت مع غانا
وفازت في المباراه الاولى على جزر القمر، منتخب جزر القمر سي المايون فابل تاع المجموعه، يعني كل المنتخبات ستفوز عليه بما فيها المنتخب. خسرت الكابون بفارق هدفين تخدم المنتخب الجزائري. ايه تولي طردهم نعم. وندخلوا احنا في الكات بوان وليو زيرو، لو كان ربحنا نعم. ربحنا زيرو وليو زيرو نعم. في كولا فيراج. لذلك قلت لك خساره الكابون امام المغرب افضل للمنتخب الوطني من تعادلها مع المغرب وفوز غانا، لانه غانا راح تفوز على جزر القمر، لو تفوز غانا بهدفين على جزر القمر تولي بلس ان في الكولا فيرا. شفت علاش قلت لك يا ميدو يوم الاربعاء نقدروا نتكلموا بكل اريحيه. انا قلت لك في الفرق ديال قاتش نهار الاربعاء يمكن ما نكونش انا. ميدو غدا ان شاء الله لو يقصى هذين الفوجين او هاتين المجموعتين من الحسابات يصبح الامر اكثر سهوله للمنتخب الجزائري، يعني تفوز تتاهل سواء في المركز الاول او في المركز الثاني او في المركز الثاني. احنا نفوز ونتاهلوا في المركز الثاني محمد، احنا ما لانه سيرا اليوم راح تفوز على غينيا الاستوائيه محمد. احنا ماذا بينا لو كنا نهضروا على الحسابات، ماذا بين الفرق اللي عندهم 6 نقاط ولا عندهم 5 نقاط، لازم هما اللي يفوزوا اللي عندهم 3 نقاط ما يخلوهمش يصعدوا. والله بارك الله فيك. لازم تكون هذه الحاجه. نلعبوا اخر مقابله بلي جوار كومبلي باش يلعب تاع الاخر افضل. نو للمروك يلعب كومبلي المره. المروك مالغريتو المروك يلعب كومبلي باسكو كان ينهزم المروك كونتر الكابون، الكابون هو اللي حيتحصل على المرتبه الاولى. علاش الكاميرون اليوم كان كاليفي؟ كان غاد النقطه ملعب بليكيب تاعهم المغاربه يقدروا يلعبوا بلي جوار اللي مازال ما لعبوش ويدير تعادل. عنده سبعه فوز. ماشي المغرب ماشي فريمون قوه قوه. انت كي تقول المغرب ماشي فريمون قوه قوه، اعطيني منتخب قوه فور. شوف ميدو عنده الحقيه الفوز. ما شفناش منتخبات تشوف ماشي قوه. مين البروبليم؟ لوجيك تقول هكذا دائما برومي توري سي بوان وما دويتي فيما. انا فاش نحبك انت توجور لازم تمد فايز اللي انت عندك الحق. وريني الجزائر راهي قوه. نو السنغال راهي قوه. لا لا مصر قوه. المغرب قوه. لا لا الكاميرون قوه. لا لا كيفاش تقول الاخرين ماشي قوه؟ كان في قوه صح فوزي. انا شفت منتخب قوي صح فوزي. المروك انت راك شغل تفافوريزي فيهم يروحوا بعيد يقدروا يتيام فيهم ولا يسهلوا الدار. فوزي بصح اليوم حنايا سي فري ما راناش نشوفوا سور لو بلون جو، ما راناش نشوفوا السينيغال اللي متعودين عليها، ما راناش نشوفوا الجزائر اللي عودتنا بالمباريات الكبرى. بصح انت كي تشوف انت يا نيجيريا وتشوف المنتخب المغربي وتشوف الكاميرون، انا جو بونس هادو هما الفرق القويه اللي سو بابي نو ماشي سو بابي. اليوم انت تشوف الكاميرون ربح بربعه، ربح باثنين واحد كونتر البوركينا فاسو. اليوم ربح شوف المره اليوم ربح الكاب فيرد مفاجاه مستوى رامي بشي بوا يلعب مع كارتا ولا يخلع كومبي وعلاش ما ضربوش بثلاثه عنده نفس المغرب يقدر يلعب كاين شويه نيجيريا ممكن شويه نيجيريا فوزي. نو نيجيريا سي با نيجيريا محمد نيجيريا شوف نيجيريا قويين، شوف الكاميرون شويه في بلادهم قويين ثاني، تشوف المنتخب المغربي احنا ماناش نزكيو في المنتخبات. لا انا راني نقول لك اللي عندهم شويه النيفو ديالهم طالع شويه الحدود. احنا انا راني نقول لك ما شفناش واش هضرت انت عندك الحق فوزي ماناش نشوفو. الشيء الذي يحز في النفس الان انه هذه الدوره المنتخبات الافريقيه ما راهيش بالقوه هذيك اللي كانت كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.